السلام عليكم، معكم مروه زكين، لاعبه من جهه الدار البيضاء 16. انا فرحانه بزاف حيت فزت بالبطوله الوطنيه، وكنهنئ راسي بزاف، وجيت مصممه باش نربح بعد المشاركات الثلاثه اللي شاركت فيهم وما ربحتش، والعام الاخر ليا ان شاء الله وربحت، وفرحانه بزاف وكنهنئ راسي بزاف، وكنشكر مديريه الاقليميه ديالنا لجهه الدار البيضاء، وكنشكر السيده اسماء اللي عاونتني بزاف وبالتشجيعات ديالها وكل شيء، وكنشكرها بزاف. معكم استاذه اسماء القويري، استاذه التربيه البدنيه واستاذه مؤطره في رياده البادمينتون. الحمد لله اليوم استطعت الاكاديمي ديالنا جهه الدار البيضاء 16 الفوز بالبطوله الوطنيه ديال البادمينتون بعد عده مشاركات، كنا كنحصلوا الرتبه الثانيه والرتبه الثالثه، الحمد لله واخيرا هذه المره حقت لنا التلميذه مروه زكين الرتبه الاولى، وكنهنئها من هذا المنبر حيت دارت مجهود كبير، ودا كانوا دي بريباراسيون طوال مع مروه ومع لي زوتر زيليف، كنهنئها بزاف، وكنهنئ المديريه الاقليميه انفا وفي شخص المفتش ديالها الاستاذ حجي، وفي شخص الاستاذ حسين اللي كانوا كيشجعونا متابعينا بالمكالمات ديالهم، وكنشكر المديريه الاقليميه المحمديه اللي وفرت لنا بزاف ديال التجهيزات والقاعه ووصلت لنا التجهيزات باش الحمد لله نحققوا هذا الفوز هذا. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.